يعني كانت فكره عمر بيه لطفي، ولكن اثر ساعتها ان يبقى رئيس النادي ميتشيل انس، وده كان انجليزي لغرض تسهيل العلاقات اللي هي عشان حقوق النادي الاهلي يعرف ياخدها ويعرف يقام النادي الاهلي، واثر على نفسه واختار ميتشيل انس رئيسا للنادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره ليه حراسه، مش شرط بيبقى عضو مجلس اداره ولا بيبقى مسؤول داخل النادي، لكن النادي الاهلي بيخدمه دايما ابنائه سواء على كرسي مجلس اداره، في لجان، في غيره، خارج النادي الاهلي ده كباره دايما، وده سبب وسر نجاح النادي الاهلي كمنظومه ليها سيستم، ليها نظام دقيق، ليها لوائح. ما فيش اي حد يعلو على لوائح النادي الاهلي، على لائحته فيش اي حد مهما على اسمه يعلو على اسم النادي الاهلي. ودي تفسير دايما اللي بنقولها، الاهلي فوق الجميع، اللي هو فوق جميع ابنائه، اللي هو لو تعارضت مصلحه اي حد فينا مع النادي الاهلي بتعلو مصلحه النادي الاهلي. الف مبروك للاهلاويه. طيب انا عندي شويه اخبار وارجو من فضلك اجابات تبقى واضحه يا فندم، زي ما تعودنا من النادي الاهلي الوضوح والشفافيه. طبعا النهارده كان شيء جميل قوي، فايز على ام بي 3-1 واسترد اشياء كثيره جدا وخد الكاس وكده، والبعض بيقول انه كان ايضا يستحق بطوله الدوري، خسر بكره واحده مع فريق نادي الزمالك. ايه تعليقك على ماتش في اليد، في النهائي اليد يا فندم في بطوله الدوري؟ الف مبروك لرجاله كره اليد في النادي، عملوا ماتش رائع والحمد لله توجوا ببطوله كاس مصر، ونقعد جماهير النادي الاهلي بمزيد من التحديثات بتحصل في الالعاب الجماعيه عشان النادي الاهلي كعادته ان شاء الله يبقى متصدر كل البطولات ان شاء الله. والف مبروك للاهلاويه على النهارده طبعا. انا طبعا عندي اخبار مش عايز ادخلك فيها عن موسيماني بتتردد وكده، انا مش عايز اكون انا، لان انا مش بتاع رياضه الحقيقه يعني، انما في اخبار كتيره جدا بتتردد انه هيروح يدرب. طبعا هو ما فيش يعني، احنا دايما كلنا ملتزمين بما بيصدر عن النادي الاهلي بيانات رسميه او اي حاجه، الحمد لله المدير الفني ماشي مع الفرقه والدنيا ماشيه اخر تمام، فاي حاجه بتصدر من اي جهه غير النادي الاهلي الرسميه بيبقى دايما لا اساس على من الصحه يعني. هو السؤال يا فندم، السؤال هل فعلا هيرحل ولا وانتم مناقشتوش ده، ولا من الكلام ده شائعات ولا ايه؟ لا الكلام ده يعني غير متواجد، وزي ما بقول لحضرتك يعني مدير فني الحمد لله قدير ماشي مع الفرقه، ما فيش حاجه وارده غير الكلام اللي بيتقال ده. طبعا زي ما بقول لحضرتك يعني اللي تسمعه من داخل النادي الاهلي من قنواته الرسميه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، والف مبروك 114 سنه من تاريخ مصر وتاريخ النادي الاهلي. طيب انا بس عايز اقول لحضراتكم ان احنا الحقيقه بنشوف المسلسلات، خاصه لما بنيجي نتكلم عند المسلسلات التي تمثل البيئه الصعيديه، بنشوف الحقيقه في بعض الحاجات، وخاصه في اللغه، وخاصه كمان ان احنا بدانا نشوف الست اللي بتركب عربيه لاند روفر وبتطلع تقابل زوجها السابق على الطريقه الزراعيه وكان ده عادي، وبعدين نشوف بقى اللهجه الحقيقه بقت لهجه غريبه جدا جدا. انما في مسلسل موسى مثلا كان في واحد قدير زي الاستاذ حسن قناوي مصحح اللهجه الصعيديه، انما المسلسلات التانيه مهم جدا جدا يعني. انا لما بشوف الافلام الامريكيه ولا الافلام التانيه العالميه اللي بتاخد الاوسكار بتبقى المساله معموله بالشعره، يعني تحس ان انت يعني مفيش فرصه للخطا. معايا على التليفون الاستاذ حسن القناوي مصحح اللهجه الصعيديه. استاذ حسن اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يا الف مرحبا، اهلا بيك يا استاذي. مرحبا، ربنا يكرمك فندم. يعني اولا انت عامل شغل رائع في مسلسل موسى، يعني اللغه منضبطه والاداء منضبط ولا